تصورها واش من جاك تصورها ما تصورها 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 التواصل هو الأساس، الحضور الأمني يبقى مرتكز أساسي في العمل ديالنا، وكذلك الجاهزية والقدرة على التدخل في الأوقات المناسبة. لهذا على بركة الله سوف نعطي الآن انطلاقة جميع الوحدات لترقية المدينة، وكل عام وأنتم بخير. أنس في إطار الاستعدادات الاحتفال بنهاية السنة الميلادية الجديدة، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني خطة أمنية تحت إشراف السيد المدير العام للأمن الوطني، تبنتها بطبيعة الحال ولاية أمن مراكش تحت إشراف الفعلي والمباشر للسيد والي أمن مراكش والسيد نائب والي أمن مراكش. هدفها بطبيعة الحال هو تأمين هذه الاحتفالات حتى تمر في ظروف أمنية جيدة. بطبيعة الحال وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة ولاية أمن مراكش مجموعة من التعزيزات، مجموعة من الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية في إطار تأمين المدينة. كما تعلمون مدينة مراكش تعرف توافدا كبيرا للزوار سواء المغاربة أو الأجانب، وحتى تمر هذه الاحتفالات في ظروف أمنية جيدة، عملت ولاية أمن مراكش على وضع أو تربيع المدينة بوضع مجموعة من نقاط الارتكاز على مستوى جميع النقط الحساسة. كذلك عملت بالإضافة إلى ذلك على تأمين المدينة عبر تنصيب نقط مراقبة وسدود قضائية على مستوى مداخل المدينة، وتأكيد حضور أمني وازن على مستوى المؤسسات السياحية والمسارات السياحية والمزارات. كل هذا بطبيعة الحال هدفه هو تأمين المواطن بالدرجة الأولى، وتأمين السائح سواء كان زائرا مغربيا أو سائحا أجنبيا. إذن كما تعلمون فهناك مجموعة من الترتيبات الأمنية، مجموعة من الوسائل المادية واللوجستيكية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة ولاية أمن مراكش حتى تمر هذه الاحتفالات في ظروف جيدة يطبعها الأمن والسلام والسكينة.
إذن فولاية أمن مراكش على أتم الاستعداد لإنجاح هذه المهام المنوطة على عاتقها. ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.